ما بتجوش القهوه ليه انت واكرم؟ ما شفتكوش يعني من اخر مره كنت انا ونعمه فيها هنا. انا لو في مكانك كنت هتضايق، بس نعمه ما عملت ليكيش حاجه ولا عملت لاكرم حاجه. نعمه دي اختك، ولو عايزه تقطعي معاها اقطعي معاها، بس في ظروف تانيه، في وقت ما تكونش محتاجانا كلنا حواليها فيه. انا فاهمه اللي بتقوليه يا ست محروسه، وبقعد افكر في كل اللي بتقوليه من نفسي، بس واجع اني سايبه صاحبتي لوحدها في الظروف دي اقل بكتير قوي من الوجع اللي بحسه في كل بصه بشوفها فين اكرم ليها واحنا قاعدين. اقعدي بالعافيه يا مريم. طب وهيكون سألك السؤال ده ليه؟ معرفش، هو فجأة سألني هو ياسين الألفي موكل عندك؟ قلت له لأ. يبقى سارة قالت له إنها تعرف ياسين عشان هو موكل عندك، بس قالت له كده ليه بقى؟ مش عارف. يلا كله هيبان. يا لهوي، دي ساعة تلت، امال اللي قلتها تبقى ملهلبة. ايه اللي جابك يا نعم؟ عايزة ايه يا نعم؟ خدي يا حبوبة والنبي سيبيني مع صاحبتي شوي، عايزة احكي وياها في خصوصيات. ما اخبيش عليكي، اصل انا كنت قاعدة فافتكرت فيلم دانتيلا بتاع يسرا والهام شاهين. يا سلام، يعني انت جايه لي هنا علشان تحكي لي على فيلم دانتيلا؟ اه. شفتي؟ شفته. طب يسرا والهام شاهين كانوا بيحبوا مين في الفيلم؟ محمود حميده. شطوره ساره، سينمائيه. طب فاكره الفيلم انتهى على ايه؟ لا مش فاكره. انتهى على ان يسرا والهام شاهين فضلوا صحاب. ما هو اصل الفن رساله. فالفيلم ده عايز يوصل ايه بقى؟ ايه؟ إن الصحاب في الآخر مالهمش إلا بعض. بس ده في فيلم دانتيلا، إنما أنا وإنتي مش صحاب. ولا عمرنا هنكون. ما هو ده اللي أنا جايلك عشانه، عشان أقولك إن قصتنا مختلفة خالص عن فيلم دانتيلا. عشان كده استحضرته. مختلفة في إيه بقى يا سوسو؟ في دانتيلا يسرا وإلهام شاهين كانوا صحاب، إنما أنا وإنتي لأ. في دانتيلا يسرا وإلهام شاهين كانوا بيحبوا محمود حميدة، انما انا وانت ما بنحبش صلاح. انا كان بيصعب عليا وانت بتحبي فلوسه قرشناته. ما تجيبي من الاخر يا نعمه وتقولي انت عايزه ايه، عماله تلفي وتدوري تدخلي من موضوع للتاني وفاتحه لي رغيه في فيلم دانتيلا ورساله الفيلم. عايزه ايه يا نعمه؟ هو في حاجه بتسلي اكتر من الكلام في السيما يا سوسو؟ بالحق نسيت اقولك، مش خالد الاشقر قال لي ان صلاح راح ساله اذا كان ياسين الالفي موكل عنده ولا لا؟ وبالاهتمام الزايد اللي باين على وشك وتقبلتك عليا، واضح ان دي كدبه قلتيها لصلاح عشان تخرجي من موضوع الفلوكه بتاعت الفلايك يا صايعه. ما كلنا صايعه، بس في اللي قادره تبين وفي اللي مداريه وعامله مؤدبه. تكفي بقى يا سوسو. خالد الاشقر رد عليه قال له ايه؟ بوظ لك الكدبه. قال له لا، ياسين الألفي مش موكل عندي. يوم ولع الفلايك يا نار يا ولعة.
بمناسبة النار والولع نسيت أوريكي حاجة. الفيديو ده حقيقي؟ امال اي اي ذكاء اصطناعي؟ حقيقي يا سيدة القصر، الفلوس اللي صلاح خدهم من خالد الاشقر حرقتهم له، والفلوس اللي انا كنت مشحتهم له خدتهم منه، والشقة الجديدة اللي جابها النوال والعربية خدتهم برضو على يدك. يبقى السؤال هنا بقى، هل انت خطتك في المرحله الجايه انك تنزلي تقفي مع صلاح في محل المنبهات تكافحوا مع بعض؟ انت مستحيل تتخيلي قد ايه انا مش بطيئك يا نعمه. بلوم نفسي على حاجه واحده بس، انا ازاي ما خبطتكيش اجمد علشان ما تطلعيش من القبر تاني؟ لازم تلومي نفسك عشان طلعتي منه هيكون تمنها نزولك فيه. وعلشان كلامك نرفزني وفكرني بذكريات أنا ما كنتش عايزة أفتكرها، قررت أحرق دمك أكتر قبل ما أمشي وأسمعك مقتطفات من آخر لقاء ليا مع جوزنا. مدعو أسارة على اللي خلفوها. أنا مش بس عايز أسيب سارة، أنا نفسي أقتلها. سارة هي السبب في كل حاجة وحشة حصلت لي في حياتي. أنا عمري في حياتي ما تمنيت إن أأذي حد زي ما أنا نفسي أأذي سارة. طب أنا شارك في قتلي بعد 4 سنين جواز، أنت عايز يقتلك وأنتوا لسه في شهر العسل. السؤال هنا بقى، هل هو اللي واطي زيادة ولا أنت اللي إمكانياتك أقل بكتير مما كلنا فاكرينها؟